خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا الله رستبديه لننت ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೌ ದಿ ಕುರ್ಆನ್ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಹಿಫ್ಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಹಿಲ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونأمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.